السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معا سلسلة تأسيسات الكتابة العربية، مشكلات الكتابة العربية وحلولها. اليوم بإذن الله نتناول قضية شائكة في الكتابة قد تغيب عن البعض، وهي يعني لها مردود وافر في اعتبارك وفي كرامتك وفي مكانتك وفي مقامك أنك تكتب كتابة صحيحة، ألا وهي قضية التنوين، مشكلات التنوين. فما التنوين وما مشكلاته وما أهميته وما قواعده الضابطة له؟ دعونا نرى ذلك، ولكن قبل هذا دعوني أسألكم هذا السؤال: أرأيتم هذا الماثل بين أيديكم؟ هذه بدءاً، أيهما أصوب؟ أيهما أصح؟ انظر، أعد النظر كرتين، ثلاث، رباع، خماس، سداس. سل نفسك إن عرفت هذه وعرفت الصواب منها، أغلق هذا الفيديو واكتفي فأنت بخير وفي غنية عن هذا الوقت الذي ستنفقه في رؤية هذه المهارات. ثم سؤال آخر للمشاهد الكريم: أرأيت هذه؟ اقرأها واقرأ هذه واقرأ هذه، ماذا ستصل؟ هل هي قراءة واحدة أم تحتمل احتمالين أم ثلاثة احتمالات؟ وهذه وهذه، انظر، أعد الكرة مرتين، ثلاث، رباع، خماس، سداس. إن عرفت المقصود منها وأوجه قراءتها وعللت ذلك وفهمته، أغلق أيضاً على هذه الحلقة فأنت في غنية عن أن تنفق وقتك في مشاهدتها. وإن لم تعرف هذا ولا ذلك، فاصبر معنا إلى آخر الحلقة حتى تقف على هذه المهارات المهمات التي ترفع من قدرك وتزيد من اعتبارك. فالطفل الصغير والولد الصغير الذي لا يحسن الكتابة نحن نزدريه، نحن نضع من شأنه، نعنفه، نوبخه، ونحكم عليه بأنه خائب، هائب، غير مجتهد في دراسته. يعني اقلب الأمر، انظر كيف سيراك الناس إن لم تكن متقنا لكتابتك، إن كتبت على بنقطتين مثلا، وإن كتبت هذه أو تلك أو هذه، أو كتبت هذه ولم تستطع قراءتها مثلا، فهذه خيبة وهيبة وعيبة. قي نفسك هذه الخيبة، اتق هذه العيبة، ارتقي عن هذا المستوى إلى مستوى لائق رائق يليق بك كمثقف وعارف وعالم بلغتك وبلغة القانون وبأشياء أخرى كثيرة. بداية دعونا نتعرف، ما التنوين؟ ما التنوين؟ التنوين، أرأيت، انظر، تنوين، تفعيل، يعني فيه نون، يعني أن أنا أفتعل نونا، يعني نون، أنطق نون، أقول حكم، حكم، يا إلهي حكم، انظروا، حكم، أين النون؟ غير مكتوبة، أقصى ما في الأمر أنني وضعت ضمتين فقلت حكم. يبقى إذن من هذه نستطيع أن نستخلص معنى التنوين، هو نون تلحق بالكلمة نطقا لا كتابة، يعني هو نون غير مكتوبة بس نحن ننطقها. وتنطق متى؟ إذا كان على الكلمة ضمتان أو فتحتان أو إيه؟ كسرتان. إذن التنوين ما هو إلا يعني حركة ضم أو فتح أو كسر، ولكن إيه؟ مضاعفة. فأقول حكم، حكم، حكما. إلى الآن الأمور بسيطة، لا شيء في ذلك. انتبه جيدا وخذ هذه القواعد والمبادئ بالنسبة للتنوين: لا ينون أبدا إلا الاسم، فالفعل لا ينون أبدا والحرف لا ينون مطلقا. هذه من البديهيات اللغوية، الاسم فقط هو الذي ينون، ويأتي التنوين بالضم حكم، وبالكسر حكم، وبالفتح حكما. ليس هناك سكون منون، سكون، السكون حرف ساكن، يعني عدم، لا شيء عليه، فكيف أنون لا شيء؟ كيف أنون العدم؟ يبقى إذن هذه القاعدة الأولى: لا ينون إلا الاسم، فالفعل لا ينون أبدا. أقول يحكم، انظر، ضمة واحدة، لا أقول يحكم. وفرق بين حكم التي بها تنوين وبين النون عندما تكتب وتلفظ، هذه تسمى نون التوكيد، وتأتي نونا مشددة، أقول يحكمن
وتأتي نونا مخففة أقول يحكما. عندما تكون مشددة أقول نون التوكيد المشددة، لتحكمن بالعدل، لتكتبن الصدق، لتنطقن الصواب. هذه هي في حالة تشديدها. أما عندما أخففها أقول أحكما بالعدل، أكتبا الصواب. وهذا التخفيف وذلك التشديد يكون بحسب السياق وبحسب اللحاق وبحسب السباق. يبقى إذن هذه تسمى نون توكيد، وهذه تسمى نون غير منطوقة، تسمى تنوين، نون منطوقة غير مكتوبة. وقد يأتي الفعل أيضا فيه نون وتكون نون مخففة غير مثقلة مثل هذه، أو مخففة في حال تخفيفها. هذا الفعل الذي يأتي فيه نون هذه ليست تنوينا، وإنما هي نون نسوة. أقول الطالبات يذاكرن دروسهن. فيذاكرن ها هنا تلك النون العالقة في آخرها والملتصقة بها تسمى نون النسوة. إذن الأمر على النحو الآتي: الاسم كما في كلمة حكم يعرض له التنوين، يكون التنوين عارضا بالضم أو بالكسر أو بالإيه؟ بالفتح بحسب سياقه وموقعه من الإعراب. أما إذا جاءت نون إلى الفعل فغالبا ما تكون على النحو الآتي: إما أن تكون نون توكيد مشددة يحكمن بالعدل، لتحكمن بالعدل، أو نون توكيد مخففة يحكما بالعدل. وإن جاءت النون في فعل أيضا ننظر سابقه، فإن كانت نسوة أو مؤنث فهي نون النسوة. الطالبات يذاكرن، فهنا النون ليست تنوينا ولكن هي نون النسوة. تلك هي أحوال النون والتنوين. التنوين لا يدخل إلا على الاسم، أما الفعل فقد تدخل عليه نون التوكيد المشددة أو المخففة أو نون النسوة، فليعلم ذلك، فهذا تقعيد لما بعده. انتهينا فيما سبق إلى تعريف التنوين، وأنه نون تنطق ولا تكتب كما في كلمة حكم. أقول حكم، حكما، حكم. وأن التنوين لا يدخل على الفعل أبدا، وما يدخل على الفعل هو نون، إما أن تكون نون توكيد مشددة أو مخففة وتدخل على الفعل كما ذكرنا في لتحكمن بالعدل أو احكمن بالعدل، أو نون النسوة. نون النسوة هذه تدخل إذا كان السياق فيه مؤنث. أقول الطالبات يجتهدن، فيجتهدن ها هنا هذه نون النسوة، دلت على أن من قام بالفعل إنما هن نساء وليسوا رجال. أما أقول الطلاب يجتهدون، هذه النون الأخيرة في يجتهدون علامة رفع، هو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، الطلاب يجتهدون. أما الطلاب مجتهدون هذا اسم، دخلت عليه النون للجمع، جمع المذكر السالم، يعني توضع له واو ونون أو ياء ونون حسب سياقه. انظروا إلى النونات، نخلص أنه لا يدخل التنوين إلا على الاسم.